وستلتزم الحكومة بتنفيذ برامج عديدة للحماية الاجتماعية. رسالتنا واضحة، وهي أننا لن نترك شخصاً فقيراً يتكفف الناس. الحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعاً تحت خط الفقر. ستستمر برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية. ستستمر برامج حماية الفئات الأولى بالرعاية، ويتم توحيدها في برنامج تكافل وكرامة، الذي يحوي حالياً 3.5 مليون أسرة تضم نحو 18 مليون مواطن، بتمويل سنوي يقارب 20 مليار جنيه، منهم حوالي 5 مليار جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة. وتتصل ببرامج الحماية ببرامج تنموية لتمكين الأسر اجتماعياً واقتصادياً، وعلى رأسها برنامج سكن كريم، ونستهدف به مضاعفة عدد الأسر التي تسكن في منازل متصلة بخدمات المياه الشرب والصرف الصحي. هذا فضلاً عن رفع كفاءة المساكن الريفية بالتعاون بين وزارة التضامن والمجتمع المدني، بحيث تزداد عدد الأسر المستفيدة من 22 ألف أسرة حالياً إلى 150 ألف أسرة بنهاية البرنامج. سيتم إطلاق برنامج جديد للتشغيل كثيف العمالة، يستهدف المرأة والشباب، ويوفر 100 ألف فرصة عمل. هذا فضلاً عن التوسع في الإقراض متناهي الصغر للمرأة الريفية لإتاحة 100 ألف قرض في المجالات الزراعية والتجارية والخدمية لزيادة دخل الأسرة في الريف. وسنركز على معالجة الفجوات التنموية، وتشمل دعم خطط التنمية بالمحافظات، وعلى رأسها تنمية محافظات صعيد مصر وشبه جزيرة سيناء، وتحسين ورفع مستوى الخدمات في 1000 قرية تضم ما لا يقل عن 10 مليون مواطن.